والو كنا نحماقوا البارح صاحبي بقينا لا واتساب لا فيسبوك اقسم بالله كنا كندخلوا غير النوامر التليفون كنصوني عليهم كنخرج والله الا بقيتي كنسقسي بنادم شني واقع حتى لي كونيكسيون ما عنديش بقيت داخل طافي التليفون شاعل شي 4 مرات وانا كنطفيه ونشعلو والو اقسم بالله خاو ديال والله لا ما حنا قلنا البارح كنا نحماق ولا الشعب كامل كان يحماق ماشي غير طقوا سلطنا جدلي الحق الله انا جيت نعاس لا بقيت فايق كنستنى ترجع اقسم بالله غاوني ماشي ازمه ضروريه في الحياه تحسب الخدمه يدوز السلك تكون على حسب مواصله سيد ما ماشي ضروريه يمكن بالنسبه لي انا هذيك دار مع العائله اذا مثلا بنادم بعيد عليك على حسب الدوله الاب الفيديو كتدار معاهم كتسواحش بس حاجه ضروريه بالنسبه لي انا ماشي شي حاجه ضروريه انا قلت لك شي حاجه على حسب الخدمه امكانيه سيده مواصلات تهضر مع شي واحد بغربه والله الا كيكذب قسم هو البارح يا ما يسقسيني ويدخل يخرج والله الا كيكذب يا تويت التليفون يشعلو بجوج بينا هنا ما تويت التليفونات يشعلو ما والو اللي كتسقسي اوديو ما كيمشي يمشي ما عرفش ني كتدخل واتساب تلقوا فيسبوك الاول مورا ميساجر انستغرام عاد في واتساب واتساب تنطنش اللي عارفينو كيتخدم لك الفيسبوك والواتساب ضروري كتحتاجهم اخاي ديالي كتهضر مع الناس كتواصل مع صحابك مع شدانك هذه ويتحيد لك هذاك راه هو كلش هذا الفيسبوك والواتساب راه هما كلشي كتساود عليك كتساود مع اللي عزيز عليك الفيسبوك كيعرف على بزاف د الحوايج والواتساب حتى انا مشى لي وتعصبت صراحه الله مشات لي فيسبوك والواتساب كونيكسيو عندي كنقول مال انا داير الشهر كونيكسيو واتساب مال ما خدرش هاي انا ما نطفي التليفون ونشعل ويت ما نطفي ونشعل ويت ما نطفي ونشعل والو ما بغاش تخدم حتى العشيه مع داك الجويه ديال 12 هكا عاد يلاه خدمت ملي خدمت باش ضروري ارتاحين ضروري غترتاح الخاوه راه فيسبوك هو كلشي حتى كتش بيه هذا التليفون بيه كتلاه فهمتيني ما كانش هذا ما كاين حتى شي حاجه واحده اخرى لا بد دابا في هذه الازمنه هذه كيعملوا به التجاره كيحتاجوا الواتساب ضروري ما يمكن لهمش يعيشوا بلا واتساب واما بالنسبه لنا حنايا يعني فحال كان واتساب فحال ما كانش يعني عيشوا الحياه ديالكم الحياه يعني الحياه كالحلا في طاعه الله عز وجل اما الفيسبوك وواتساب زائد ناقص ماشي ضروري يعني بالنسبه للبعض بالنسبه للبعض ضروري وبالنسبه للبعض غير ضروري الخدمه ديالي كتنحصر انني نخدم في الفيسبوك والواتساب يعني التزامات ديالي بما انني عندي اجونس ديال بيبليسيتي ضروري كنعتمد على الفيسبوك والواتساب في الدردشه ديالي او باش كنبغي نطلق الحملات للناس وهذا يعني راه الفيسبوك والواتساب حاجه ضروريه بالنسبه ليا في الخدمه ديالي بالنسبه لديك الوقوف هو اثر بزاف بشكل كبير على الناس اللي هما كيبغيو انهم الفيسبوك يعني عندهم واحد الارتباط اللي هو كبير مع الفيسبوك يعني كيف ما شفنا دابا البارح انفو بنادم عرف ان راه المشكل من الفيسبوك ما تخلوش كلشي ها اللي طفى الروتور ها اللي دار كونيكسيو ها اللي بزاف الناس اللي فرماطات التليفون ديالها يعني كان واحد التاثير اللي هو كبير للمواطن وعليكم السلام بالنسبه اخويا بالنسبه للفيسبوك وواتساب يعني دابا حاليا في هذا العصر الحديث يعني ضروريين منهم في الحياه وضروري كنتواصلوا بهم يعني بالنسبه البارح باش وقف الفيسبوك وواتساب يعني دار واحد التاثير يعني دار واحد التاثير يعني في الدنيا هنايا يعني هنا في طنجه بالنسبه للناس يعني كلشي كيقول يعني شنو مناش المشكل علاش واتساب فيسبوك بالضبط يعني وقفوه هو انستغرام يعني شي حاجه اللي ما معتادنش عليها يعني ما معتادنش على بحال هذا الوقوف هذا حنا كنحتاجوهم في الاي كوميرس بالنسبه للاعلانات المموله يعني كناخذوا السلعه كنديروا لها سبونسور يعني في فيسبوك في انستغرام ويعني باش نروجوا السلعه ديالنا باش نبيعوا ونشريوا يعني البارح تاثرنا يعني كان واحد المشكل وقف واتساب والانستغرام اول حاجه عملتيها شنو يعني اول حاجه عملتها هي طفيت الروتور على شويه كنت فورماطي التليفون ايوا المهم حتى الاخر عاد سمعنا الاخبار دخلت الجزيره لقيت بان كاينه مشكل عند فيسبوك في المشكل ديالها وصافي الشركه تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.